وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سلام يا حلوين، كيفكن؟ مثل ما شفتوا البيت قايم قاعد ومش عم بعرف من وين بدي بلش. يلا عم بيصير معي انه بعطلة الولاد عم فيق مؤخرة شوي، يعني بالعادة انا بفيق الساعة 8 مع مدارس الولاد، فيق 7:30 بصلي وبحضر الولاد للمدرسة وهيك، هلا عم فيق الساعة 11 وهيدا الروتين كتير زعجني، وعم بجرب ارجع جرب نام بكير وفيق مثل ما معودة فيق بكير. اول شي الفيقة مؤخرة بتحس فايقة وجسمك بعده مهدود، يعني سبحان الله ما بتفيق منشطة وبدك تقومي تساوي البيت وعندك طاقة، لا بتحسي طاقتك من انت وفايقة مش موجودة. تاني شي بتحسي النهار خلص دغري، يعني ليكو انا هون الساعة 3 بلشت قوم ضبطي وبدي فوت بعد اطبخ وعندي كذا شغلة سويها بعد. فعن جد يا صبايا ما في احلى من روتين الفيقة بكير. الساعة 11 بتكوني خالصة بيتك كله وفيت على المطبخ تبلشي بطبختك، ماكسيموم بتاخد لها ساعة. انا انسانة ما عندي صبر بالمرة، يعني ممكن اطلب من ولادي يساعدوني ويمكن يقوموا يساعدوني، بس بعد ما قلن شي 10 مرات قوموا ويلا ويلا ويلا، ففضل انه انا اقوم لحالي وانا اعمل كل شي بايدي. والإنسان اللي بيحب بيته بيحس بمتعة هو وعم يضب وينظف بيته، ما بعرف أنا بحس هيك، انتو شو رأيكن؟ هلا مثل ما شفتوا الصالون مخرب تخريب، يعني الأولاد حاطين ألعابهم وكنا عم نضب الخرز، عم نعرب كل نوع وحده عشان نقدر بس بدنا نجي نعمل يكون سهل علينا. هون الولاد أكلوا بودينج، مع أنه أنا عندي ممنوع الأكل بالصالون، الأكل بالمطبخ وبس، هيدا من القوانين اللي عندي إياها، بس طبعا الولد ما برد. وشوفوا هون بس خلصت ضبضبة الألعاب اللي على الأرض صار بده يلعب فيهم على الكنبية، بس تركته قلت خليه ملهي وإخواته ملهيين جوا بالأوضة خليني أخلص ده. هون خلصت أول أوضة، فتنا على تاني أوضة ومثل ما شايفين عتمت الدنيا وصار بالليل، أصلا هي صارت بتعتم بكير. هذه الأوضة كانت دمار لأنه عم بيقضوا أغلب وقتهم فيها، وصراحة أنا تركتهم وقلت بعدين بعمل لها هيك تعزيل مرتبة، هلأ بس ضبيتها هيك على السريع، يعني هذا روتين يومي مش تعزيل، إن شاء الله هاليوم ما بدي أعزلها تعزيل مرتبة وبدي ضبلهم ألعابهم بطريقة تكون مرتبة وبدي كب نص ألعابهم لأرتاح منها. مثل ما لاحظتوا اول الفيديو كنت حاطة شي على راسي، يا لطيف شو عمل لي ضغط. الاتراك لما بيعزلوا او اي حدا لما يعزل يحط هيدا الشي اللي على راسه بيقولوا له امطة او شي، كيف بيتحملوها؟ عن جد ما تحملت، ما قدرت، عملت لي ضغط ووجع راس. على فكرة انا مني هالقد ناصحة مثل ما طالع بالفيديو، بس اول شي لبسي بلوز الصوف وانا عم بتحرك عم تكبتل عبعضها فعم تعمل طبقات عم يبين مثل الكرش، فانا انصدمت بحالي انا وعم بعمل مونتاج انه لا انا مني هالقد ناصحة، ما تفكروا هالقد ناصحة، انه عالجعوزة بس مش هالقد. هاي الاوضة كانت عندي هم بس الحمد لله ضبيتها، اكيد مش الضب التعزيلي يعني، بس انه انضبت صارت مرتبة بيقدروا يرجعوا يفوتوا يلعبوا فيها ويرجعوا يخربوها. وهي تالت أوضة، أوضتي ما كانت مخربة بس كان عم ضب غسيل وضبيتهم. والأكلة صارت على النار، هيدي الأكل اللي بحبوها الأتراك كتير. هون بنتي حبت تساعدني فضت الجلاية وعبتها وضل في شوية جلي جليتهم أنا، ما ساعوا بالجلاية فجليتهم على إيدي. وبس هيك يا حلوين، هيدا اللي عم تشوفوه انتو بخمس دقايق او ست دقايق، انا اخذ معي شغل 5 ساعات مع الطبخ مع كل شي تاني، في غسيل في طوي غسيل وغيره وغيره وغيره. هيدا هو روتين اليومي اللي كل يوم من اول ما فيه لبس نام بعمله، وحبيت شاركه معكم
لتشوفوا أنا كيف بقضي نهاري، ولما بغيب فترات عنكم ما بعود ببين، أو حتى على الإنستغرام ما بعود ببين وين بكون غاطسة. وإذا حابين تعرفوا أكتر وتتابعوني أكتر، تابعوني على الإنستغرام رهف انتركي. عم شارك معكم أكتر من اليوتيوب يومياتي، وصفات أكل، كل شي عم بعمله تقريبا. صرت عم بتفاعل معكم أكتر، وما تنسوا تتابعوني رهف انتركي، وكمان اللي عم يحضروني على اليوتيوب كمان تابعوني، بتعطوني دعم وبتقووني، مش حرام. أنا أم مختربة لثلاث أولاد بتركيا لحالي. أنا تعبت.